أهلا بكم من جديد. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن إلى كييف لمناقشة شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا. تأتي الزيارة بعد شهرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وهي الأولى من نوعها. تقرير عبد الجبار جواش. بعد شهرين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تحولت كييف اليوم إلى مقصد لساسة الغرب والناتو في زيارات تأتي للتأكيد على الدعم والوقوف مع أوكرانيا في وجه آلة الحرب الروسية. أما اليوم فالزائرون هم الأكثر وزنا والأشد ثقلا على موسكو. وفد أمريكي يرأسه وزير الخارجية أنتونيو بلينكين والدفاع لويد أوستن يصل العاصمة الأوكرانية في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. الزيارة في توقيتها تأتي بعد شهرين على الحرب التي لم ترسم نهايتها بعد، وفي ظل وضع ميداني مضطرب بين كر وفر روسي وتراجع قوات بوتين عن كييف وسيطرته مؤخرا على مدينة ماريوبل في الشرق الأوكراني. أما مضمون الزيارة فقد حدده وزير الخارجية والدفاع الأمريكيان خلال مؤتمر صحفي على الحدود الأوكرانية البولندية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن وضعت استراتيجية لدعم كييف، مشددا على أن روسيا فشلت في السيطرة على أوكرانيا. وبدوره قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على تحقيق النصر في معركتها ضد روسيا مع التركيز على توفير كل ما يلزم. إذن واشنطن ماضية في سياستها لدعم أوكرانيا بكل ما يلزم عسكريا لخلق توازن يمنع موسكو من النصر ويزيد من فاتورة حربها وتورطها. في الوقت ذاته تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تكون موجودة على الجغرافيا الأوكرانية، لكن أسلحتها ستترك كل الأثر في مجريات حرب سترسم عالم ما بعد أوكرانيا. نناقش هذا الموضوع مع الكاتب والباحث السياسي باسل الحاج جاسم. أهلا ومرحبا بك. يعني ما تأثير زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف على المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. في الواقع يعني هذه الزيارة تحمل الكثير من الرسائل، رسائل إلى أوكرانيا للداخل الأوكراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بالدعم الذي تقدمه ماليا عسكريا سياسيا، تقدمه للقوات الأوكرانية، ويبدو أن بطء التقدم أو التحرك العسكري الروسي داخل أوكرانيا بغض النظر عن أسبابه فتح شهية الأمريكيين لاستمرار هذا الدعم العسكري لأوكرانيا. أيضا رسائل للدول، دول أوروبا الشرقية، ليتوانيا، لاتفيا، استونيا، دول البلطيق بالإضافة لبولندا والدول الأخرى المحادية والمجاورة لأوكرانيا، بأن الدعم لأوكرانيا أيضا سيطال هذه الدول في حال توسع ربما رقعة هذه المعارك. وأيضا الرسالة ربما البارزة الأخرى لروسيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أن ليس لديها جنود على الأرض، إنما تخوض هذه الحرب ضدها عبر القوات الأوكرانية. بالتأكيد هذا الدعم واستمرار هذا الزخم الغربي على وجه الخصوص الأمريكي سيكون له تأثير كبير على سير المفاوضات، لأنه نلاحظ كلما كان هناك تقدم ولو نسبي في الجولات المفاوضات السابقة بين كييف وموسكو يكون هناك دفعة من الدعم العسكري على وجه الخصوص للقوات الأوكرانية. نجد أن الأوكران يبدأون بالتباطؤ أو عدم رغبتهم بتسريع عملية المفاوضات، لكن قد يكون السؤال الأبرز اليوم هل تريد واشنطن من خلال هذا الدعم المستمر والمكثف، الدعم العسكري أو السياسي أو الضغوطات على موسكو، إخراج موسكو من أوكرانيا، أم أن هناك خطوط محددة تريد لموسكو تجاوزها وجعل التكلفة باهظة؟ وهذا ما أريد أن أسأل عنه في هذه النقطة. يعني السيد باسل الحاج جاسم، هذه الزيارة هل ستعقد المشهد بشكل أكبر أم أنها ستضع حدا للأهداف الروسية في أوكرانيا؟ في الواقع حتى الآن من غير الواضح تماما ماذا تريد الولايات المتحدة
من روسيا داخل أوكرانيا. كما قلت، هل تريد إخراجها نهائيا أم تريد جعل ما تحققه موسكو بغض النظر عن المساحة الجغرافية تجعل تكلفة ذلك باهظة جدا، أم تريد من كل ذلك فتح مسار جديد للتفاوض بين موسكو وواشنطن بعد أن توقفت تماما اليوم المحادثات؟ ومعروف أن موسكو لا تعول يعني على أي أو تضع أي قيمة لمحادثاتها مع كييف، هي تريد المفاوضات الأوسع مع واشنطن. قد يكون من المبكر اليوم الحكم إلى أين ستتجه الأمور تحديدا في هذا المسار أو في ما تفضلت به بسؤالك. حتى الآن ما حققته موسكو عسكريا لا يزال دون المتوقع ودون الأهداف التي وضعتها موسكو لعمليتها العسكرية، لكن القرار أو التصريحات الأمريكية بقرب عودة الدبلوماسيين أو فتح السفارة الأمريكية في كييف ربما تشير لشيء ما يحضر من غير الواضح تماما ما هو. نعم، أيضا هذه الزيارة تزامنت مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا لمرحلة جديدة مع نقل موسكو لقواتها إلى الشرق والجنوب بعد فشلها في السيطرة على كييف والإطاحة بحكومة الرئيس فلوديمير زيلينسكي. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ في الواقع يعني موسكو لم تنقل قواتها إلى الجنوب، بالأصل كانت هناك جبهات مشتعلة في الجنوب وفي الشرق بالتوازي مع الجبهة التي كانت تطوق العاصمة كييف. تركيز الحرب في هاتين المنطقتين في الشرق والجنوب. تماما، اليوم التركيز الواضح على أهداف محددة كانت من ضمن الأهداف المعنى لهذه العملية العسكرية، كامل منطقة الدونباس، أيضا الجنوب وفق ما ذكره أحد الجنرالات الروس، يعني عزل أوكرانيا تماما عن شواطئ البحر الأسود، السيطرة على بحر أزوف جعله بحيرة مغلقة. الشيء الأهم هو إيجاد ممر بري يصل بجمهورية ترانسنستريا وهي المعلنة من جانب واحد منذ العام 1991 تقطنها أغلبية روسية، تفصل بين مولدافيا وأوكرانيا، بمعنى أن روسيا إذا ما حققت هذه الأهداف ستقيم يعني قوس بري يبدأ من الحدود المولدافية الأوكرانية غربا مرورا بأوديسا. القرم، جزيرة القرم ستكون المحور في الوسط صعودا إلى الدونباس وخاركوف. هذا يعني أنها ستقسم أوكرانيا شرق وغرب. مصير كييف حتى الآن غير واضح، لكن كما قلت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أو وزير الخارجية الأمريكي بعودة قريبة لعمل السفارة الأمريكية في كييف، ربما يكون هناك شيء يحضر أو يعد له بين موسكو وواشنطن يتعلق بهذا الموضوع، موضوع وضع خطوط تماس أو برلين الغربية والشرقية أو كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، قبرص التركية، قبرص اليونانية. هناك سيناريوهات كثيرة من غير المعروف أيها سيسقط على أوكرانيا. نعم، أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والباحث السياسي باسل الحاج جاسم، شكرا جزيلا لك.